وكيف كانت العناوين وأيضا الكواليس الصحفية، ماذا قالت؟ على مدار الساعات الماضية كان هناك اهتمام كبير من الإعلام العبري ونحن متابعين هذا الشأن، خاصة بالموقف المصري، وسط تحذيرات كبيرة من تحول الموقف المصري تجاه المفاوضات. يعني يقصدوا إيه؟ أنتم عارفين أن مصر بتقوم بالمفاوضات منذ اليوم الأول للحرب على غزة، ومصر الحقيقة المفاوضات مستمرة يعني وقف إطلاق النار، هدنة، مسألة الأسرى، الأمن الخاص بأهل فلسطين في قطاع غزة، المساعدات الدائمة التي ترسلها مصر من خلال معبر رفح، كل هذا مصر تقوم به، وهناك المفاوضات الدبلوماسية. فطبعا هناك تخوف من وقف المفاوضات وأن مصر تتوقف عن هذا. وكالة روسيا اليوم كمان نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية تخوف المسؤولين الإسرائيليين من انسحاب مصر من مفاوضات الوساطة في صفقة إطلاق سراح المختطفين بغزة. وقالت صحيفة هارتس إن الأزمة تتفاقم بين البلدين على خلفية رفض مصر السماح بمرور المساعدات عبر معبر رفح، كما تخشاه إسرائيل بالإضرار بالتعاون الأمني مع القاهرة. كلها تخوفات وتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية. نقلت أيضا الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين منذ بدء العملية رفح بتصرف المصريون بشكل متعمد لإزعاجنا، وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين كبار عبروا عن قلقهم البالغ من الموقف المصري تجاه المفاوضات. طبعا عندهم قلق شديد، لأنه أن مصر تتوقف عن المفاوضات صعب جدا ياخدوا أي حق من حقوقهم، لأنهم عارفين الحنكة والخبرة والصبر والمثابرة، وأيضا أهمية مصر بالأمن والسلام خاصة في المنطقة وأكيد لأهلنا في قطاع غزة. حذروا أيضا من خطورة انسحاب مصر من المفاوضات، وأضافت على لسان المسؤولين الإسرائيليين أن مصر بتسعى لزيادة الضغط على المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب على غزة، وأن الموقف المصري شهد تحول كبير. دي أكتر حاجة كمان أكدوا عليها منذ بدء العملية العسكرية، ده أكيد، لأن مصر تتابع وتحاول طول الوقت. وأيضا ذكروا بأن هذا التحول الكبير في رفح وسيطرة الاحتلال على الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. المخاوف الإسرائيلية هذه تجاه الموقف المصري تحتاج أيضا لتفسير وتحليل أكبر وتساؤلات كثيرة، وخاصة بأن هذه كانت ربما مقالات وعناوين موجودة في الصحافة العبرية. من أجل هذا معي الدكتور سعيد عكاشة الخبير المتخصص في الشأن الإسرائيلي، خليني أعرف منه أيضا مزيد من التفاصيل. دكتور سعيد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني ما يحدث الآن وهذه التصريحات عبر الصحافة العبرية، الخوف، القلق، التخوف، ما ذكروه من تحول موقف مصر، تخوفهم من أن تتوقف مصر أو أن تكون في الوساطة في هذه المفاوضات، كيف ترى؟ يعني للأسف الشديد هناك العديد من الإعلاميين في إسرائيل أو مقالات الرأي في الصحف الإسرائيلية لا يتفهمون تماما الموقف المصري، هم يتحدثون فقط عن مصالح إسرائيل وكأنه مصالحها يعني مصونة ومصالح الفلسطينيين ومصالح مصر ليست على نفس المستوى. هذه المغالطات يعني تنتشر في الصحف الإسرائيلية منذ فترة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ولكن في كل الأحوال هم يدركون مدى أهمية هذا الدور في الوساطة والإفراج عن الرهائن أو لمنع تفاقم الحرب. مصر كانت حريصة منذ البداية على عدم توسيع نطاق الحرب، وقد نجحت في ذلك بمعونة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. مصر نجحت إلى حد كبير في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، أغلب المساعدات كانت تأتي من الجانب المصري. هم لا يتفهمون ذلك، هم يعتقدون أنه لابد من أن تكون هناك ضغوط من جانب مصر على حماس، ولكن في حقيقة الأمر هم أيضا لا يأبهون للقتلى والجرحى الفلسطينيين، وبالتالي الموقف المصري واضح تماما: عدم توسيع نطاق الحرب، إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، العمل بشكل جؤوب لإنهاء الحرب، والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة الإنسانية.
أكيد. طيب هل كمان يعني القلق، يعني كلمة تحول الموقف المصري، هم يرون بأن الموقف المصري يتحول؟ هو لم يتحول الموقف المصري منذ البداية. هذه رؤيتهم، يعني احنا يعني بنشوف رؤيتهم. نعم، هي رؤيتهم أنه هناك تحول، ولكن هم كانوا غاضبين منذ البداية من الموقف المصري. يعني إذا كان هناك تحول فلماذا هذا، إذا افترضنا أنه كان هناك تحول، هم منذ بداية 7 من أكتوبر يرون أن الموقف المصري هو لصالح الشعب الفلسطيني وليس في جانب الإسرائيلي، وهي مسألة يعني منطقية للغاية. مصر لديها مصالح كبرى في الاستقرار، تريد وقف العدوان، هم لا يتفهمون ذلك، ويعني يعيشون في مظلومية يوم 7 من أكتوبر، نحن من اعتدى علينا من جانب حماس، وبالتالي الموقف المصري بالنسبة لهم يبدو كأنه منحاز، ولكن هم لا يتفهمون أن الموقف المصري بالفعل يحاول إنهاء المأساة الإنسانية ومنع يعني إراقة الدماء على الجانبين وليس على جانب واحد فقط. أما التحول الذين يتحدثون عنه فإنه مصر طبيعي ان بعد ان افشلت يعني اسرائيل العديد من المبادرات لابد من ان تكون هناك اجراءات مصريه اقتصاديه فيما يتعلق بمنطقه رفح تحديدا والمخاطر الكبرى التي يمكن ان تنجم عن هذه المعارك. حتى ان وزير الدفاع الامريكي اعلن بوضوح انه يعني مع ان مصر لديها مصالح امنيه ويجب ان تؤخذ في الاعتبار. اكيد. اذا الموقف المصري حتى بالاعتراف الامريكي نفسه هو موقف موضوعي للغايه، ولا يعني يلتزم سوى في منع تفاقم الحرب ومنع سقوط العديد من المدنيين الاحرياء. اكيد. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سعيد عكاشه الخبير المتخصص في الشان الاسرائيلي.